صالح تاجر كبير، بدأ حياته مزارعاً بسيطاً، ثم نمى زراعته وتجارته، واشترى دكاناً يبيع فيه المحاصيل التي يزرعها. ما شاء الله، أثمرت الأشجار يا صالح. الحمد لله رب العالمين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أتذكر عندما اشترينا هذه الأرض منذ 10 سنوات ولم يكن بها نصف هذه الأشجار؟ هذا من فضل الله وتوفيقه يا زوجتي العزيزة، ولكني أنظر إليها الآن وكأني أودعها. تودعها؟ لا تقل ذلك، بارك الله لك في عمرك وعافيتك. لن أعيش أكثر مما عشت، ونعمة العافية لا تدوم. يجب أن أفكر في من يخلفني في إدارة تجارتي وزراعتي. أولادنا الثلاثة، بارك الله لنا فيهم. علمتني الحياة أن السفينة كي لا تغرق يجب أن يكون لها قائد واحد. أتريد أن تختار واحداً فقط من أولادك يتولى إدارة تجارتك ويكون هو المسؤول الأول عنها؟ نعم، وأدربه من الآن على تولي هذه المسؤولية. وكيف ستختار بينهم؟ قالت ابنة شعيب لأبيها عن نبينا موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. حقا يا صالح، الكفاءة والأمانة هما معيار كل نجاح. جمعتكم الآن لأخبركم بأنني سأختار أحدكم ليتولى المسؤولية من بعدي. اطمئن يا أبي، لقد تعلمت منك الكثير، وسأكون خير خلف لخير سلف. وكيف فهمت أنني اخترتك أنت؟ لأنني أكبر أولادك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى إمارة الجيش لأسامة بن زيد، وكان عمره 16 عاما، وكان في الجيش أبو بكر وعمر. نعم، العبرة ليست بالسن وإنما بالثقة. أعلم يا أبي أنك تثق بي أكثر من أي أحد آخر. نعم، أنت ابني الأوسط وأثق بك، ولكنني أبحث عن الكفاءة قبل الثقة. تبحث عن الكفاءة يعني تبحث عني أنا، فرغم كوني أصغر أبنائك إلا أنني أكثرهم سفراً وخبرة بالتجارة. أمرنا الله تعالى أن نعدل بين الناس، وأوصانا رسوله الكريم بالعدل بين الأبناء، ولهذا فلن أعين منكم قائداً عليكم قبل أن أختبركم جميعاً، ومن يحصل على أعلى درجة في الاختبار سيكون هو المسؤول عن الزراعة والتجارة من بعدي. وما هو هذا الاختبار؟ هذه 3 بذور لثلاثة أشجار، سيأخذ كل منكم واحدة يزرعها في أرضه ويعتني بها ويباشر رعايتها بنفسه. ثم ماذا؟ بعد 1 سنة كاملة من الآن سأذهب لأرى الأشجار التي زرعتموها، وصاحب أجمل شجرة سيحل محلي وسيكون هو القائد عليكم. زراعة شجرة واحدة تفصل بيننا؟ ألم تتفق معي على أن الكفاءة هي المعيار؟ فليثبت كل منكم كفاءته في زراعة شجرته. مر عام من العمل والجهد، الأبناء 3 زرعوا بذورهم وانتظروا النتيجة، وكل منهم راوده الحلم في أن يختاره أبوه ليخلفه في إدارة أعماله. ما شاء الله يا خالد،
كبرت شجرتك. الشجرة الوحيدة التي أثمرت من الشجرات الثلاثة يا زوجتي الجميلة. وهل رأيت شجرتي أخويك؟ رأيت شجرة أخي الأصغر، لم تثمر، ولكنني عرفت أنها أجمل من شجرتنا. أنا أعرف أبي جيداً، يهمه الإثمار أكثر من الجمال. إنها شجرة فاكهة وليست شجرة زينة. وشجرة أخيك الأوسط؟ لم أعرف أين زرعها، ربما أراد أن يخفيها عنا خوفاً من الحسد. يعني ذلك أنها أفضل الأشجار؟ ربما من وجهة نظره، لكن اطمئني، شجرتنا ستفوز بالجائزة وسأصبح أنا القائد من بعد أبي. وأصبح أنا زوجة القائد؟ نعم، استعدي لهذا اللقب من الآن. انظري يا أمي إلى شجرة ابنك الأصغر. رائعة يا يوسف. أروع من شجرة خالد. لا أستطيع الحكم، والدكم هو الذي سيحكم بينكم. وشجرة عمر؟ لم أرها حتى الآن. كيف؟ اعتقدت أنه يخفي مكانها عن الجميع إلا أنت. ربما من أجل المنافسة أخفى الأمر عني أنا أيضاً. يبدو أنه يحضر لنا جميعاً مفاجأة كبيرة. أتخشى أن يحصد هو الجائزة ويصبح القائد؟ لا، ولكنه الفضول. أريد أن أعرف ما في هذه الشجرة جعله يخفيها عنا جميعاً. أيام قليلة ويأتي موعد الحكم، وسنرى ونعرف كل شيء. ادعي لي يا أمي أن أفوز بهذه المنافسة. يا بني، أنتم كلكم أولادي، أحبكم جميعاً وأدعو لكم بكل خير. جلس الابن الأوسط حزيناً في أرضه، واقتربت منه زوجته. ماذا ستفعل يا عمر؟ والله لا أعرف يا هند. يظن أخواك وأبوك وأمك أنك زرعت شجرتك وأخفيتها عنهم. ولا يعرفون أنني لم أزرع شيئاً. لا يا عمر، لقد زرعت البذرة ولكنها لم تطرح. وما الفرق؟ لقد أديت ما عليك. على مدار عام كامل فعلت كل شيء من أجل أن تطرح بذرتك. أخذت بالأسباب واجتهدت أكثر من أخويك وحاولت أن تعرف أين العلة. وفي النهاية ما النتيجة؟ حصل أخواي على شجرتين جميلتين يدخلان بهما المنافسة، وأنا لم أحصل على شيء. هذا نصيبك، ووالدك سيقدر مجهودك. أخشى أن يتهمني بالكسل والفشل، وربما أصبح أخي الصغير قائداً علي. منذ تزوجنا وأنت تقول لي إن الإنسان يفعل ما عليه ثم يفوض أمره لله. الأمر سيكون صعباً هذه المرة يا هند، أفكر ألا أحضر لحظة إعلان النتيجة. كيف ذلك؟ وكيف سأقف أمام أبي وأنا لم أزرع شيئاً؟ وجاء موعد المسابقة. دخل صالح أرض ابنه الأكبر ليرى ماذا زرع. مرحبا بك يا والدي، ها هي البذرة التي أعطيتني إياها منذ عام واحد. انظر كيف نمت وأثمرت. ما شاء الله. ماذا صنعت يا خالد لكي تثمر الشجرة في عام واحد فقط؟ باشرتها بالري والتقليم وظللت أرعاها ليل نهار. حسن، لننتقل إلى شجرة أخيك الأصغر. انظر يا أبي إلى جمال شجرتي. إنها فعلا جميلة يا يوسف، كيف وصلت بها لهذا المنظر الساحر؟ هذا سر إبداعي ولن أبوح به. ولكنها ليست مثمرة كشجرتي. ومن قال إن الإثمار هو الأهم؟ لا تتعجل الحكم، فلننظر أولاً ماذا زرع أخوكما عمر؟ إنه في أرضه الآن، ولكننا لا نعرف أين هي الشجرة التي زرعها.
يبدو أن وراءها سراً كبيراً. وجاءت اللحظة التي كان يخشاها الابن الأوسط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين زرعت شجرتك يا بني؟ والله يا أبي ليس لدي شجرة. ماذا؟ ليس لديك شجرة؟ كيف ذلك يا عمر؟ لقد أعطيتك واحدة من البذور كما أعطيت أخويك. بذرتي لم تطرح، وبقيت عاما كاملا أحاول زراعتها ولكني فشلت. لقد ظننا أنك تخفيها عنا. هل ظللنا طيلة هذه الفترة خائفين من سراب؟ لا داعي للضحك. الليلة تأتون جميعا إلى منزلي وسأعلن نتيجة المسابقة، وأقول لكم من منكم سيكون القائد من بعدي. أمي، لقد تأخر أبي كثيرا. وعدنا أن يعلن علينا اليوم نتيجة المسابقة. خرج الأب من حجرته واتجهت إليه أنظار الجميع. تريدون أن تعرفوا النتيجة؟ أعرف أنكم اشتقتم كثيرا إلى هذه اللحظة. نعم نعم. الفائز هو عمر. أنا؟ مستحيل، إنه لم يزرع شجرته. حقا؟ لماذا يا عمر لم تستبدل بذرة صالحة ببذرتك الفاسدة وتزرع الصالحة؟ أو لماذا يا عمر لم تأتي بشجرة مزروعة أصلا وتهمني أنك أنت الذي زرعتها؟ كيف ذلك يا أبي؟ هل أكذب عليك وأخون الأمانة؟ هكذا فعل أخواك. ماذا تقول يا صالح؟ أقول الحقيقة يا فاطمة. لا يا أبي، لم نكذب عليك. بل كذبتما. لماذا تظن ذلك؟ ليس ظنا بل يقين. لقد أعطيت أبناءنا الثلاثة 3 بذور ميتة لا يمكن أن تنبت أبدا. خالد ويوسف خدعاني وزرعا بذرتين سليمتين، ولكن عمر كان أمينا وصادقا ولم يحاول خداعي. اعترف بفشله في زراعة البذرة وفضل أن يخسر منصب القائد على أن يكذب علي، ولهذا فهو الفائز الوحيد في المسابقة، هو القائد والمسؤول الأول عن الزراعة والتجارة من بعدي. لقد أعطيتكم 3 بذور لتزرعوها 3 شجرات، ولكني في الواقع كنت أحاول أن أزرع فيكم بذرة الأمانة.